بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو الدرس الأول وفي مادة التكنولوجيا للصف الحادي عشر، وستكون هذه المحاضرة بعنوان الرسم الهندسي. إن عجبكم الفيديو يرجو أن تضعوا زر لايك وأن تدعمونا حتى نستطيع أن نستمر في مثل هذه الفيديوهات. في البداية، الرسم الهندسي له عدة مسميات. من هذه المسميات الرسم الميكانيكي أو الرسم الآلات طبعا، لكن في مجمل تلخيصه لو أردنا أن نلخصه أو أن نقوم بعملية تعريف له، فهو لغة فنية وهندسية تستخدم في نقل الأفكار الهندسية ومناقشتها قبل عملية التنفيذ. بمعنى أن هذه اللغة الفنية والهندسية مبنية على مقاييس وأدوات وأبعاد للأشياء والأفكار التي تريد أن تنقلها من أجل أن تكون عملية التنفيذ دقيقة وكما تريد أن تبنيها حسب الفكرة الهندسية المراد تنفيذها. ولذا هناك مواصفات أو مميزات للرسم الهندسي. في البداية أنه لا يمارسه إلا من درس دراسة سليمة، لأنه لابد أن يعرف الأبعاد، المقاييس، الأدوات. مدى التحصيل فيه يتوقف على التمرن والدقة. كلما تمرنت في استخدام الأدوات والدقة يكون لديك المهارة الكافية من أجل تنفيذ الأفكار. يستخدم كلغة بين تقنية الصناعة، بمعنى هذه اللغة هي التي يستطيع أن يتعرف فيها على المراد لتنفيذ هذه الأفكار من المقاييس والأبعاد وخلافه. يستخدم أدوات هندسية للرسم. يرتبط الرسم الهندسي بشكل رئيسي بالإنتاج. يظهر التفاصيل الدقيقة للجسم المرسوم لأنه يتعامل بمقاييس الرسم ومساقط الرسم، وهذا الكلام سنتعرف عليه. لذا هناك ملاحظة أن الرسم الهندسي يمكن اعتباره الوسيلة الوحيدة للتفاهم بين تقنية الصناعة. طبعا أما أتحدث عن تقنية الصناعة أتحدث عن عمال، عن مشرفين، عن مهندسين، عن مخترعين، في ما يرغبون كل في إنتاج، يعني كل المواد التي يتم مرادة أن يتم إنتاجها لابد أن يكون هناك لغات للتفاهم في هذه الأشياء. لذلك كلما زادت التفاصيل بالرسم الهندسي زاد الوضوح فيه واتضحت معالمه. طبعا ما الهدف من الرسم الهندسي؟ هدفه بشكل رئيسي توصيل المعلومات من أجل إنتاج الأشياء، ويمكن الاحتفاظ به كمستندات للرجوع إليها عند الحاجة. لذا تجد أن كل المصانع وكل الآلات لها تكنولوج هندسي خاص بها موجود في الشركة يستطيع الرجوع إليه من أجل عملية التعديل والتحسين. أنواع الرسم الهندسي عندي ثلاثة أنواع: الرسم الحر، والرسم الهندسي باستخدام الأدوات الهندسية طبعا، والرسم الهندسي ثلاثي الأبعاد باستخدام برامج محوسبة. طبعا علل لا يمكن اعتبار الصور الفوتوغرافية لأي قطعة هندسية أو ميكانيكية رسما هندسيا ولا ميكانيكيا. لماذا؟ لعدم فائدتها للصناعة والإنتاج والدراسة، فهي لا تحتوي على الأبعاد أو المقاييس، وكذلك أنها غير واضحة المعالم والتفاصيل الدقيقة من أجل عملية الإنتاج. لذلك هناك عبارة لو أردنا أن نناقشها، وهي الرسومات الهندسية هي بديل عن الأجسام والمصنوعات. يقصد بهذا الكلام إذا كان هناك قطعة في بلد ما وكانت رسومتها في بلد آخر، فإن كليهما يكون ملما بجميع البيانات. لماذا؟ لأن نحن تحدثنا أنها لغة بين الفنيين والمواصفات المقاييس لهذه القطع، حيث يمكن الاحتفاظ بتلك الرسومات كمستندات لتسهيل الرجوع إليها وإعادة تصميمها والتعديل إليها نشرها. هناك وعالم أو رسام اسمه ليوناردو دافنشي. هذا الرسام هو أول رسام منحات ومعماري مشهور استخدم الرسم الهندسي، واكتشفت رسوماته ومخططاته الهندسية بشكل أساسي بعد وفاته واشتهر بها. لذا لو أردنا أن نقارن بين الرسم الحر والرسم الهندسي سنقارن من حيث الأدوات. يعني الرسم الحر فقط يستخدم القلم الرصاص فقط،
لا يستخدم اي نوع من انواع الادوات، بينما الرسم الهندسي يستخدم الادوات الهندسيه. اثنان، الهدف، الهدف من الرسم الحر اسقاط ورصد الافكار الاوليه بمعنى تصور مبدئي للتصميم، وهذه تسبق الرسم الهندسي. يعني اي رسم هندسي قبل ان يبدا في وضع الابعاد والمقاييس لابد ان يرسم رسمه مبدئيه حتى يستطيع من خلالها ان يبدا من عمليه التصميم. لكن في الرسم الهندسي الهدف منه هو التصميم النهائي لانتاج الاشياء والاحتفاظ بها من اجل عمليه ان تكون كمستندات للرجوع اليها، او من اجل عمليه ان يوصل المعلومات لتقنيي الصناعه حتى يستطيعوا تنفيذ هذه الفكره. التخصص يعتمد على مهارة يد الرسام وموهبته وامتلاكه للخيال الإبداعي. لذا نجد بشكل أساسي أن مثلا جميع مصنعي السيارات لديهم رسامين، رسامين هذا الرسام لديه قدرة على الموهبة، أنه يستطيع أن يرسم ما يفكر به وعنده الخيال الإبداعي. لكن نجد هناك أناس مهندسين يحولوا هذه الرسومات المبدئية للرسامين إلى رسومات يمكن تنفيذها عبر الرسم الهندسي. لماذا؟ بسبب تخصصاتهم في الهندسة المعمارية أو المدنية أو الصناعية حسب مختلف أنواع الهندسة، ويعتمد على تخصصه ودراسة سليمة. لذا هو ملم كل الأدوات والمعلومات والممارسات والتمرين، فبالتالي طبعا لها مقاييس وأسس متفق عليها في العالم، فبالتالي يستطيع أن ينفذ هذا الرسم الهندسي بشكل طريقة يستطيع أن يوصلها لتقني الصناعة. الأبعاد غير مقيد بالأبعاد والمقاييس، لكن في الرسم الهندسي مقيد بالأبعاد والمقاييس الدقيقة لأنها سيتم تنفيذها على أرض الواقع. الرسم الحر يمكن إضافة بعض المؤثرات والحركات لتصبح رسومات جذابة وتعطيه الخيال الإبداعي دون قيود أثناء الرسم، وهذا ما نجده بالرسم ثلاثي الأبعاد التي تجده وكأن الصورة حقيقية لكنها في الحقيقة مرسومة رسم ثنائي الأبداع، وهذا يرجع إلى الخيال الإبداعي لأنه لا يتحدد بقيود بعكس الرسم الهندسي. فهنا حل نشاط صفحة، نشاط 111 صفحة 5. هذا النشاط أريد أن أريكم إياه. لو رأينا في هذا النشاط موجود في صفحة 5، جسم مدعم ذاتيا قم بإعادة رسم الصورة باليد الحرة ومن ثم قم بتنفيذها بواسطة إيداع مناسبة. هل شاهدت مثل هذا الشكل في عملية بناء؟ طبعا هذا الجزء طبعا أنتم عملي، لكن أريد أن أوضح الجزئية الأخرى. هل شاهدت مثل هذا الشكل في عملية البناء؟ وضح ذلك قبل أن ننتقل إلى النشاط الثاني. هنا أريد فقط أن أوضح، يسمى هذا جسم الشكل بجسم مدعم ذاتيا، وهذا بشكل أساسي يستخدم في بناء الجسور والأقواس الأبواب والشبابيك في المباني الأثرية والمساجد. لذا نقول أنه طعم رأيناه أين رأيناه في بناء الجسور والأقواس والأبواب والمباني الأثرية. طبعا نريد أن نغطي نشاط 2. تمعن الشكل المجاور جيدا ثم أجب عما يلي. هذا الشكل كما ترون هو عبارة عن قطار أو سيارة قديمة، هي عبارة عن الآلة، يستخدم الآلة البخارية. ما الذي يعبر عنه الشكل السابق؟ ما الأشكال الهندسية الموجودة في هذا الشكل؟ هل هناك علاقة بينهما؟ ماذا يمكن أن نسمي هذا الشكل؟ من الشخص الذي يقوم برسم هذه الشكل؟ وما الهدف من هذا الشكل؟ بشكل أساسي يسمى يعبر هذا الشكل عن قطار أو قاطرة بخارية. والأشكال الهندسية هي تعريف الأشكال الهندسية، وهي الجزئية السؤال الثاني، هي مثلثات ودوائر أشكال منحنيات مربعات مستطيلات خطوط مستقيمة. العلاقة بين هذه الأشكال احتواء أكبر وأصغر تقاطعات وتكرار واتصال، ويسمى هنا ماذا يسمى؟ يسمى رسم هندسي لقاطرة بخارية. تعريف الرسم المهندس الميكانيكي، من يقوم بهذا الكلام هو المهندس الميكانيكي، لأنه يقوم بتوصيل المعلومات التي تمكن من إنتاج القاطرة البخارية. طبعا هنا طبعا تحدثنا في هذه الجزئية
أن الرسم الهندسي بشكل يريد أن يوصل المعلومات التي تمكن من إنتاج الآلات البيت، لأنه بشكل أساسي يرتبط بماذا؟ بالإنتاج. وكلما زادت التفاصيل زادت الوضوح، وتحدثنا هذا بالمقارنة والمؤثرات، كل هذه الكلام وضعناه في مقارنة في الجزئية التي رأيتم. خلينا نبدأ في الجزئية الأخرى. تذكر أدوات الرسم الهندسي في البداية. الرسم الهندسي طبعا هنا غير واضحة، لكن سأبينها لكم في الكتاب. قبل أن نبدأ بالطرق فقط أريد أن أريكم الأدوات ثم نرجع للطرق. ما هي أدوات الرسم الهندسي؟ أدوات الرسم الهندسي في البداية طاولة، تسمى طاولة الرسم، وهي طاولة سطحها مستطيل كما ترون، مستطيل مائلة بزاوية 30 درجة من الخشب أو بلاستيك المقوى، تثبت عليها الرسم أو ورقة الرسم. لماذا؟ ما الهدف من هذه الطاولة؟ الهدف السرعة والسهولة والدقة عين الرسم. اثنان، ورقة الرسم كما ترون هذه الورقة، وهي ورقة بيضاء، وهي مستطيلة الشكل ونسبة طولها إلى عرض ثابتة، فهي أكبر مقاس A0، من ثم تقسم إلى A1 ورقتان، ثم إلى A3 A2 أربع ورقات، يعني A0 تكون أربع ورقات تغطي A2 تغطي أربع ورقات من A0، بينما A2 ورقتان تغطي A0، وبالمثل A2 تقسم نصفين، بمعنى أن ست ورقات أو آسف ثمان ورقات من A3 تغطي ورقة A0، بالمثل A4 ومن ثم A5 A6 A7 A8، فبالتالي هذه مقاسات الورق تكون ثابتة. مسطرتي، هذه المسطرة كما ترونها تسمى مسطرتي لأنها على شكل حرف T، وهي تستخدم لرسم الخطوط المستقيمة. طبعا ممكن أن تصنع من الخشب، من الألمنيوم، من البلاستيك. مسطرة القياس، وهذه المسطرة يتوقف عليها دقة الرسم لأنها تستخدم لقياس الخطوط والرسومات. المثلثات، طبعا المثلثات أنواع، إما مثلث 30 60 طبعا قائم الزاوية، أو مثلث متساوي الساقين 45 درجة وأيضا قائم الزاوية، وهي تستخدم لرسم الخطوط العمودية والمتوازية. يعني هدفها هنا الخطوط العمودية والمتوازية، طبعا تصنع من الخشب البلاستيك الشفاف حتى تستطيع أن ترى ما يتم تنفيذه أثناء، يعني ترى تحت الرسم الهندسي. الفرجار، هناك نوعان منه. النوع الأول يستخدم لرسم الأدوات والأقواس، ويكون أحدهم طرفه مدبب والطرف الآخر يوجد به قلم رصاص، والآخر نوع له رأسان مدببان فقط، هذا هدفه أن تأخذ المقاييس في الخرائط أو نقل الأبعاد. الأقلام الهندسية يستعمل لرسم أقلام الرصاص ذات صلابة وسمك معين، تسمى الـ HB لأنها تكون ذات وضوح أكبر واستخدامها أسهل. مكتوب طبعا على كل رقم المقياس، ولكل رقم غرض معين، وعادة تكون إما H أو HB. طبعا H هذه تستخدم في المراحل الأولية للرسم الهندسي، بينما HB تستعمل لتوضيح الرسومات والخطوط المرسومة. طبعا أما بالنسبة للحواف خطوط الرسم عند رسمها مع بعضها وبعضها، إما تكون ظاهرة أو مرئية. هذه كما يبين هنا نظهر في نشاط 5، لكن قبل هذا النشاط نريد أن نبين أنواع خطوط الرسم. طبعا أنا رتبت شرحها بطريقة معينة، وهي خطوط مخفية غير ظاهرة. طبعا الغير ظاهرة ترسم بشكل متقطع، وهي الأبعاد التي لا ترى بالعين من ناحية الناظر إلى الرسمة، وخطوط ظاهرة مرئية وهي تكون خطوط متصلة. إذا الخطوط المتقطعة هي خطوط مخفية غير ظاهرة، بينما الخطوط الظاهرة مرئية ترسم بخط متصل، خط مستقيم متصل.
الرسم بالمنظور، الرسم بالمنظور هو رسم هندسي يجسم ويظهر الأجسام بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني هذا هو رسم من أجل أن يكون يتخذ التجسيم لأنه يأخذ ثلاثي الأبعاد. طبعا هو تمثيل الأجسام على اللوحة أو تجسيم الأشكال ورؤيتها بثلاثة أبعاد. وهنا نقطة مهمة، في المنظور الهندسي يمكن رسم عدة رسومات مختلفة لنفس المجسم حسب زاوية النظر إليه، هل زاوية أمامية خلفية من الأعلى؟ زاوية، ما هي زاوية النظر؟ هي زاوية يتم تجميع أكبر قدر ممكن من الجسم المراد رسمه. وهنا ثلاثة أنواع. طبعا أنواع المنظور الهندسي حسب زاوية النظر إليه، في البداية طريقة الأولوبيك، وهي ترسم أولا الواجهة الأمامية الطول والارتفاع، ثم ترسم من كل نقطة خط مائل عن المحور السيني بزاوية 45 درجة، ثم ترسم العمق العرض بنفس القياس الأصلي، أما الطول والارتفاع بنفس المقياس. يعني هنا في البداية في الواجهة الأمامية نرسم الواجهة اللي هي عبارة عن الطول والارتفاع، ومن ثم نبدأ كل نقطة خط مائل، هذا الخط المائل كما ترون يكون بزاوية 45 درجة، ومن ثم يرسم العمق من الداخل بنفس المقاييس والأطوال. طبعا مقاييس ماذا؟ الطول والارتفاع. الطريقة الثانية طريقة الايزومتريك، وهي نرسم في البداية محور الصادات، طبعا محور الصادات وهو المحور العمودي على محور السينات المحور الأفقي، ومن كل جهة نرسم خط مائل، هنا خط وهذا الخط بزاوية كام؟ هذه الزاوية 30 درجة، ونرسم بأحد الجوانب الواجهة الأمامية طول وارتفاع، والجانب الآخر العرض والارتفاع، يعني أحد الجوانب سنرسم الطول والارتفاع، من الجانب الآخر سنرسم العرض والارتفاع، إذا سيكون عندي طول وارتفاع والجانب الآخر عرض وارتفاع، وحيث تكون مقاسات الطول مقاسات ماذا؟ والارتفاع نفس القياسات الحقيقية. الرسمة أو الطريقة الثالثة بؤرة تلاشي واحدة، هذه البؤرة، وهي نرسم الواجهة الأمامية في البداية، نرسم هنا مثلا الواجهة الأمامية ولتكن مستطيل، ثم نرسم من كل نقطة خط، هذا الخط يمتد إلى نقطة على الخط الأفق، طبعا هذا الخط الأفق يتم يتغير خط الأفق طبعا حسب زاوية الناظر، يعني أنا مثلا زاوية النظر كلما تغير تحرك الناظر تغيرت زاوية النظر له، وبالتالي بؤرة التلاشي وهي البؤرة التي يتم تجميع فيها امتدادات النقاط التلاقي لخطوط الطول والعرض والارتفاع، فبالتالي هذه النقطة وهي البؤرة تكون هي التي تتجمع عليها على الخط الأفقي تتغير بتغير زاوية النظر. تمام. وهنا نعتمد الاعتماد على طول الشخص الناظر. طبعا بؤرتي التلاشي في هذا النوع تظهر جانبان من الجسم، الامامي والجانبي، ويكون لكل جانب بؤره، يعني هنا جانب وهنا جانب، هذا الجانب الامامي والجانبي، وهنا في كل جانب له بؤره تلاشي حيث تلتقي خطوط الامتدادات، وتتوقف دقة الرسم هنا على أدوات الرسم. الإسقاط الهندسي، الإسقاط الهندسي في البداية ما هو تعريف المساقط؟ المساقط أو الإسقاط الهندسي هو الحصول على الشكل الهندسي المستوي الناتج عن تقاطع أشعة، هذه الأشعة ماذا؟ تكون مارة في نقاط حواف الجسم مع مستوى الإسقاط. لماذا؟ ما الهدف من هذا الكلام؟ ما من هدف أن يكون هناك تقاطع لأشعة الإسقاط مع الحواف؟ من أجل إنشاء صورة واضحة للجسم. طيب لماذا طبعا هذه الصورة؟ لابد أن حتى تكون هذه الصورة ليس في وضع واحد، لكن في مختلف الأوضاع المختلفة في الفراغ، لأنها ستكون ثلاثية الأبعاد. وأنواع المساقط هو المسقط الأمامي والجانب والأفقي. بالنسبة للمسقط الأمامي هو الصور التي تنتج من سقوط الأشعة العمودية من الواجهة الأمامية، طبعا هنا كل مسقط يسمى من حيث واجهة النظر إليه، فمثلا الجانبي نفس التعريف الأشعة العمودية الساقطة من حيث الواجهة الجانبية، بينما الأفقي هي الصورة التي تنتج من سقوط الأشعة من
الواجهة العلوية للمجسم. وهنا تعتمد المساقة الهندسية على نوع الإسقاط الهندسي والتجاري حتى تكون في، لأن رأينا من كل واجهة يكون لها سقوط أشعة عمودية فبالتالي تعطيني المسقط. في البداية هناك ستكون الإسقاط العمودي، خطوط العمودي على مستوى الإسقاط، وينتج عنه 6 مساقط، هذا بالنسبة للإسقاط إيش العمودي. لكن سنكتفي بدراسة 3 مقاصف. لماذا 3 مساقط؟ لأن لكل وجهين متقابلين متشابهين في بعض المجسمات، فبالتالي 6 لكل وجهين نحتاج نأخذ 3 فقط، لأن كل وجه يقال له وجه مقابل له في الطرف الآخر. لرسم المساقط على ورقة رسم يتم تقسيم الورقة إلى 4 أقسام، هذه الورقة كما ترون نقوم بتقسيمها إلى 4 أقسام، بحيث المسقط الأمامي في الربع العلوي الأيسر، هنا الربع العلوي من ناحية اليسار، يعني لو رسمنا مثلا رسم ديكارتي سين وصاد، فيكون الربع الثاني أو هو الربع العلوي الأيسر وهو يسمى المسقط العمودي، لكن لو تعمدت رياضيا هذا الربع الأول الثاني الثالث الرابع، فهو الربع الثاني وهو بين الزاوية 90 والزاوية 180، هو المسقط الأمامي ويمثل هنا الطول والارتفاع، تمام. أما المسقط الجانبي في الربع العلوي وهو الربع الأول، الربع العلوي الأيمن المسقط الجانبي، وماذا يمثل؟ يمثل العرض والارتفاع. إذا من ناحية اليمنى أو المسقط الجانبي يمثل العرض والارتفاع، بينما من ناحية اليسار الطول والارتفاع، يعني لو أخذت من زاوية 0 لزاوية 90. أما المسقط الأفقي أسفل المسقط الأمامي، طبعا أين المسقط الأمامي؟ فهو في ناحية اليسار في الأعلى، لكن في ناحية اليسار في الأسفل أو الربع الثالث ما يسمى، هو الربع السفلي الأيسر هو المسقط الأفقي. المسقط الأفقي ماذا يمثل؟ يمثل الطول والعرض، لا يمثل الارتفاع. وأما المسقط الأفقي في الربع الأيسر، طبعا هنا في الربع الأخير والربع الرابع يكون مقسمه 45 درجة. طبعا العرض يشترك المسقط الجانبي مع الأفقي بالعرض، بينما الطول يشترط المسقط الأمامي مع الأفقي في الطول، وهذه الأشياء من الأشياء المهمة جدا عندنا. فالإسقاط الهندسي رسم ببعدين الطول والعرض، لا يشغل حيز في الفراغ، بينما المجسم الهندسي رسم ثلاثي الأبعاد طول وعرض وارتفاع. وهنا المقارنة بين الشكل الهندسي والرسم والمجسم الهندسي، ينتج بطريقة الإسقاط الهندسي، هنا ينتج بطريقة المنظور الهندسي، مثل مثال على الشكل الهندسي مربع الدائرة المثلث، المجسم الهندسي مثل مكعب والأسطوانة والهرم. ونمثل هذه الشكل أو الشكل الهندسي ويتكون من بعدين طول وعرض، فبالتالي ايش يكون رسم بعدين مثل مربع الدائرة المستطيل. لكن الشكل الهندسي وهو مجسم يكون من 3 أبعاد مثلا، وهذه 3 أبعاد يتكون طول وعرض وارتفاع، هي بعد بعدين وهي بعد الثلث، يكون عندي 3 أبعاد وهما طول العرض وماذا والارتفاع، مثال المكعب متوازي المستطيلات والكرة. طبعا فكرة مثلا هي المستطيل، المستطيل مثلا أو المكعب له كم واجهة؟ واجهة 2 3 4، هي الواجهات من ناحية أو الواجهات الجانبية، ويوجد قاعدة علوية وسفلية، طبعا في ترتيبه مثلا هذه الترتيب، الواجهة العلوية من ثم الواجهة السفلية، لكن بين الواجهة العلوية والسفلية تكون الواجهة الجانبية من ناحية اليمين، ومن ثم من ناحية اليسار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية. كم مسقط للمجسم؟ تحدثنا التعريف الإسقاط هو الحصول على شكل مستوي ناتج عن تقاطع الإسقاط المار من خلال نقاط المجسم مع مستوى الإسقاط لإنشاء ماذا؟ لإنشاء شكل واضح للجسم بأوضاع مختلفة في الفراغ. طبعا هنا أنواع المساقط كما تحدثنا، أنواع المساقط الواجهة الأمامية، المسقط الأمامي
وهو نأخذ في هذه الحالة الواجهة الأمامية والواجهة الجانبية، آسف، المسقط الأمامي كما ترون ماذا يأخذ؟ والمسقط الجانبي، طبعا شرحنا هذه الجزئيات لكن أريد أن أوضحها لكم بشكل مجسم حتى يتم الاستفادة من هذا الكلام. طبعا المسقط الجانبي والمسقط الأمامي والمسقط الأفقي، فقط حتى أوضحه لكم، آسف دقيقة، هنا في الأسفل المسقط الأفقي، وهنا المسقط الجانبي والمسقط الأمامي. أنواع المساقط، قلنا المسقط الأمامي والمسقط الجانبي والمسقط الأفقي. من حيث المسقط الأمامي هو الناتج عن سقوط الأشعة على الواجهة الأمامية للمجسم، بينما الجانبي الصورة الناتجة عن سقوط الأشعة العمودية على الواجهة الجانبية للمجسم، والمسقط الأفقي الصورة الناتجة عن سقوط الأشعة العمودية على الواجهة العلوية. تعرفنا على ذلك لكن فقط من أجل عملية تنوع العرض. لكن هنا لابد الاعتبارات، أهم الاعتبارات أن تقسم الورقة إلى أربعة أقسام. هنا الربع العلوي الأيسر لرسم المسقط الأمامي وهو الربع الأول، الربع العلوي طبعا الأيسر الأيمن المسقط الجانبي، والربع السفلي الأيسر للمسقط الأفقي. طبعا هنا مثلا لو رأينا أن المسقط، طبعا ما هنا المشترك، يعني أريد أن أوضح ما تم رسمه، أن المسقط المسقطين قلنا هنا في البداية، بس فقط انتظروا دقيقة، المسقط الجانبي والأمامي، الجانبي والأمامي يتم تشترك بماذا؟ بالارتفاع، تمام؟ لكن هنا في الأمام العرض وهنا الطول، كمثال في عملية الرسم، مثلا هذا الرسم اللي هو فكرة خمسة، كيفية رسم الأبعاد بطريقة واضحة لهذا المجسم حسب نوع المسقط، وهنا فقط أريكم كل مسقط كيف يتم رسمه على الطريقة. فلنرجع على الاختلاف رسومات الطلبة للمجسم الواحد أو وجود عدة رسومات مختلفة حسب زاوية النظر لكل طالب، لأن مو كل طالب له اتجاه مختلف فيه. تسمية طريقة الإيزومتريك بالمنظور المتماثل، لماذا؟ لأنه يظهر جانبان من الجسم الأمامي والجانبي بنفس المقاييس الحقيقية للطول والعرض. عرفي خط الأفق، هو خط وهمي يبدأ فيه السماء تلتقي بالأرض ويتغير هذا الطرف الشخص حسب ارتفاع الشخص الناظر. بؤرتي التلاشي، نقطة تقع على خط الأفق تلتقي فيها جميع الخطوط المرسومة من جميع زوايا المجسم. ومنظور بؤرة التلاشي أحد طرق رسم المنظور الهندسي، وتستخدم في الديكورات والتصميم الهندسي. أكمل، كلما زاد طول الشخص الناظر زاد بعد بؤرتي التلاشي، إذا فالعلاقة هنا تكون طاضية. وكلما اقترب الجسم من بؤرة التلاشي وجدناه أصغر حجما، وكلما ابتعد عن بؤرة التلاشي وجدناه أكبر، فالعلاقة عكسية بين الأبعاد. ما الفرق بين المنظور الهندسي والإسقاط الهندسي؟ المنظور الهندسي هو ينتج عنه مجسم له ثلاثة أبعاد، لكن الإسقاط الهندسي له بعدين لأنه على شكل مسطح. في المنظور الهندسي تجمع المساقط مع بعضها ينتج منظور، لكن هنا وجه واحد من المنظور أو المجسم يسمى مسقط. هنا فقط أريد، لأنه في طريقة حول رسم الأيزومتريك، هنا المسقط الأمامي، المسقط الجانبي، الخلف، هي الأبعاد تركتها لديكم، وهنا طريقة الأيزومتريك حتى تكون واضحة بالأبعاد الحقيقية قمت برسمها من أجل، لأنه طبعا الطرق كتبتها لكم، لكن لأن الفيديو أصبح طويل فقط سأعرضها لكم.
هنا عرض الايزومتريك بالخطوات. انا هنا كموضح الخطوات نصا حتى لا يصبح هذا الفيديو طويل، تستطيع ان تطبقوها عمليا. انا كتبت في الاسفل ما هي الخطوات التي يتم، تستطيع ايقاف الفيديو وتطبيقها، لان هذه تحتاج الى تطبيق عملي بكل التفاصيل. هذه طبعا التفاصيل، المسقط الجانبي الأفقي موضح لكم بكل التفاصيل والأبعاد والمقاييس طبعا، وهذا حتى يكون واضح لديكم. طبعا هذه حل أسئلة جزئية، منها حل أسئلة الكتاب التفاصيل، وكما ترون أمامكم بالتفاصيل والأرقام. هيا بالمنظور الايزومتريك، طبعا الايزومتريك زاوية 30 درجة بكل التفاصيل التي تريد ان يتم حفظها. وهنا هذه الابعاد التي رأيتموها في عرض الباوربوينت، ولأشكال مختلفة، يعني جميع الاشكال التي الهرم، الاسطوانة السداسية، المكعب، جميع الاشكال، وكتبت لكم الأبعاد حتى تستطيعوا فقط مجرد تطبيق. شايفين؟ ففي هذه اللحظة هذا العرض، تستطيع فقط مجرد تطبيق لهذا المساقط، ومن ثم طبعا هنا سأعرض ورقة عمل لديكم. تريد أن تتعرف على نوع وطريقة الرسم الهندسي، اكتبوا لنا في التعليقات كل رسمة ماذا تمثل. نرجو أن يكون هذا الفيديو سريع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم لا تنسوا أن تدعمونا بتعليق ولايك ونشر هذا الفيديو بين أصدقائكم وحبائكم. اكتبوا لنا في التعليقات ما هي المواضيع التي تريد أن يتم شرحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.